ازيكم؟ ايه الاخبار؟ العصبيه اللي حصلت من شويه دي، انا فعلا كنت عايز اعمل فيديو النهارده وللاسف حصل اللي انتوا شفتوه ده، ما عملتش حاجه في الاخر. جيت النادي اشرب قهوه واكل حلويات. في الحقيقه يعني ده حصل بسبب الارتباك اللي انا واجهته ده، ان انا كان في حاجه كتير عايز اعملها في نفس الوقت، وطبعا ده ما ينفعش، لازم ان انا اكون مركز على حاجة معينة اعملها علشان ما يحصلش اللي حصل ده. الارتباك وعدم حسم الامور ده مدمر، التردد ده ممكن يدمرك فعلا. لو انت يعني شايف انك تقدر تعمل حاجة اعملها، ما تنتظرش موافقة من حد في حاجة انت عارف انك هتقدر تعملها. الانتظار ده ممكن يدمرك. كتير فعلا كانوا فاكرين ان هم ممكن يعملوا حاجه او يقدروا يعملوا حاجه وهم متاكدين ان هم ممكن يعملوها، وبس كانوا منتظرين موافقه من حد، حتى لو حد قريب جدا ليهم. بس للاسف مش دايما الناس اللي حوالينا بيقدروا يعرفوا رغباتنا واهدافنا، احنا اللي بنقدر نعرفها. لو انت عايز تعمل حاجه اعملها، حتى لو عايز تمثل افتح الكاميرا ومثل قدامها براحتك، لكن في حياتك وفي شغلك ابقى على حقيقتك، ده هيساعدك احسن، ده هيحفظ هيبتك اكتر وهيخلي الناس تحبك اكتر انك تبقى على حقيقتك، ما تمثلش في حياتك وفي شغلك. عيش زي ما انت عايز، بس ما تحكمش على حد، ما تأذيش حد. قرارات كتير فعلا يعني انا كان نفسي اخدها، ويمكن علاقاتنا يمكن يعني بوظتها او فقدتها بسبب ان انا كنت عايز احسمها من الاول عشان مش عايز اضيع وقت. لو انت مغلوب على امرك او مش واخد حريتك بالشكل الكافي، اصبر، هتاخدها، لازم تاخدها عشان انت اتولدت حر وانت اصلا حر. بس لما تاخد حريتك استغلها صح، استخدمها صح.